ايه معاكم محمد كنز. انت شايفين كده احنا النهارده في لعبه، مش عارف ايه اللعبه دي، بس غريبه شويه من فهمها. هو ده كوبري ودوت قصر وبتقف عليه وفيها والبتاسه. طيب يلا شباب، ما عاد تعملوا لايك اشتركوا في القناه، تعملوا زي التنبيه، تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا بينا. اضرب يا مدفع، انت مش شغال حتى. قتلته. جرب كده سنين. يا عم اضرب ده اكبر منه، المفروض اضربهم كده. بص صعب اوي اللعبة دي. اضرب 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 اضرب. شوفوا كده يا شباب، كده حلوة. كده واحد، اثنين، ثلاثة، ابدأ الهجوم. هوب هوب. الله ده المدفع شغال. ثلاثة وثلاثين، خمسة خمسة وعشرين. يلا ادفع. الصغير ده البوست خمسة وعشرين في المية تاني. هجيب بقى ثانية، هجيب حاجة في الموقع البلدي. هجيب دي واحد هنا بقى هنا.
كده واحد. سيبوني بقى عايزة كده احطه هنا. بصوا يا شباب هنعمل ايه، انا عايز احط 4 مدافع، يعني المدفعين يضربوا مع بعض عشان يخلط المدفعين دول والمدفعين. احط المدفع ده في النص، كان مسيطر بالشيق. انا كده خبطت الحته كلها وهدى كده، هدى كده. انا دلوقتي مدفعين يضربوا مع بعض، ادي مدفع لا بقى حاجه رخمه قوي عشان لما تيجي تظبط المدفعيه. يا عم انت ليه لازق كده؟ مش كده صح؟ لا يا عم لا نخرج. ايه المدافع اللي محطوطه لي دي؟ يلا عم ابدا الهجوم. هو المفتاح ده يشتغل. قتلته 100%، 85. انا جاهز للحرب. النف فهملك يا شباب. بصوا الحرب ده من ده اصلا مهمني طوره، خلى ضربته قتيله. 50%. خلاص انت الحرب وانا رايح، انا هشتري. الشاب ده هما بيحاربوا. كم جوار؟ 30 لسه. هخلي ده بعدين. ماشي يا شباب يلا يلا ننتقل. عايزين نطول، نستنى شوية يا جدعان، عايزين نطور ده شوية، عايزين نطول، نستنى شوية يا جدعان، احنا عايزين نطور شوية. بسم الله الهجوم. ما الثلاث مفاعل دول مشغلين ده؟ لا المدفع ده بيعمل ايه؟ ان شاء الله المدفع ده بيعمل ايه؟
موقع المبني. شكرا. عايزين نشتري حاجة. تتعدل كده. يلا. وهدي كده امسح. هدي كده. صبح كده. كده الاتنين شغالين. عايزين بقى نزود واحد. هنزود واحد شبه نقوم جايبين ده. ده كده. كده تلات مدافع اربع مدافع بيضرب. يلا. كده اربع مدافع فاضيين. بس انا شويه شباب وكده. انا عندي فكره. يلا. تمانين في المية. 15 جوهرة. حلوة قوي. يلا يلا. ادخل البيت. خمسة وسبعين في المية. 15 جوهرة. حلو قوي كده. شو هنفضل نكسب جواهر. انا دلوقتي 60 يا شباب. اوكي دلوقتي 60. ماشي يا شباب. 600 جبنا على الحرب حضرتك. ماما ده ايه المدافع الكسلان ده؟ بص يا شباب، انا بصراحة قررت ابيع. يلا نزيع زيع. يلا هو الزومبيوت زومبيوت العدو تحت الباب. شاب معانا كتير جدا. معانا فلوس كاسي. هنعمل بيها ايه؟ بص يا شباب، انا هنرجع فاصل دلوقتي. شباب طورت مركبتي لدرجة يا شباب ده انا اقطع الوقوف. شوفوا بقى يا شباب، شوفوا يا شباب المفاجآت دي. ايه رأيكم بقى يا شباب في المفاجأة؟ انا عمري ما اتهزم. بصوا بقى، اربع مدافع، خمس مدافع بيضربوا. كل المدافع دول بيضربوا فيهم. شفت يا شباب؟ ياس 15 جوهرة. بصوا شباب، كمان عدلت نفسي. يعني قوته 40. اتعدل بجد بقى يا شباب، مكانش اي كلام. بصوا، حرام الاهرامات، اعملوا لايك واشتراك. شباب اي كلام ده، اي كلام علينا، اي كلام في الحمام. انتوا ايه شباب؟ انت مش حاسين ان انا في ايه؟ ده انا بقيت غني جدا جدا. فاهمين؟ اوه، اللي حسبت علينا قوي. شباب 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 شباب, شباب. انتوا بقى بتصعبوا عليا. ده انا هصعب. هيقتلوهم. معايا فلوس. يلا بقى نشتري يا شباب. نروق نفسنا كده. لازم نروق نفسنا كده يا شباب، عشان تعملوا اللايك والاشتراك. بصوا يا شباب، احنا هنعمل لنا كده حاجة حلوة، بس مش عارف اخلص. مثلا نحط لنا مدفع. كم مدفع كده؟ واحد. ويتعدل كده وشه. انا مش عارف ايه كمية المدفع اللي انا حاططها. مدفع لا تقهر. ماشي، حط كمان مدفع.
ماشي وعدله فين هو. انا حطيت متحف اول ما يجي هنا اول ما يجي هبدا ايه ده قلت عشان هو ايه يبقى في مستواه يا انا بص 1 2 3 4 5 6 7 سبعة مدافع عايزين ايه تاني. هم شوية مدافع بدأوا يضربوا كام جامد قوي ضربتهم جامدة. انا لسه معايا فلوس. يلا يا شباب يلا يا شباب بقى نروق نفسنا بالشاور. احط كام مدفع كده احطه هنا كده قدامهم صح. لا حط هنا يلا. عشان بص يا شباب انا كلهم معدلينهم يعني كلهم في التمام يمان. ده انا حطيت له من النجوم. انا كنت فاكر اللي هو هنا طلع هنا. هم كتار قوي لما بيضربوا عليهم بتبقى المدافع قوي قوي عليهم. ولا يهمني انا معايا لسه معايا في الالفات. ده انا هروت كل ما كسبنا شو اديني فلوس. عارف انا هعمل ايه يا شباب؟ هفضل اطور في نفسي واطور من الحاجات دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني انا شباب عايش في نعمة. وشباب ايه كل ما اطور نفسي اوقع امسح ده كده. كده يا شباب 9 9 1 اضرب بص يا شباب هو كده حلو ماشي. اعملوا اللايك بقى عشان كده هيكون 9 حاجات ضد باش. بص يا شباب المرحله دي هعديها ده انا مالك الاتصال انا مالك الدبابات انا مالك الناس من ملك شباب اهو. كل ده اللي بيضرب عليهم هيبدأوا لما يخش بقى اكتر يوم اخر. مين ده؟ انت مين؟ دي مين دي اصلا ولا مين ده؟ اسمك ايه؟ اوبا نكود 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 نكود. بصوا يا شباب انا هزود دبابة. لا سلام انا جبته. على فكرة كل دول بيضربوا في الاخر. عدل نزل يا نايم مفيش حاجة. حطه كده بقى يلا يلا مش سهل ويضرب 1 2 3
كده اعتقد جاهز. جاهز دفافات؟ في حد مش فاضي؟ الله عليك يا كوم. بص يا شباب، وكمان ثلاثة بس دي مش قد كده بصراحة. مدفع طوم كده، ده انا هزرعه. بص كده، ثلاثة ما شاء الله. ممكن غلط، لا بدأ هجم بدأ. بص يا شباب اتفرج، خلصوا علي خلصوا علي 50%. حلو قوي، حلو قوي. اضرب اضرب قوة قوة عظيمة عظيمة. امسح، ده ملوش لازمة. ايوه خليه معاهم، خليهم من المدافع. كسبت 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 كسبت. بصوا يا شباب، انا هعمل الصح، فاهمين الصح؟ عايزين حرب كمان كده تقولنا فيه. هو الحروب كويسة وكل حاجة، بس الليزر ده مش انتك يعني. احاول اغير فيه موضوع البناء دلوقتي. بدأ يضرب، لسه لسه ما ضربش. بدأ يضرب يضرب اضرب اضرب اضربه اضرب ده. صحته قوي يا شباب. الصحة دي صحة 700 شوية، الصحة دي يا شباب 250، قوي قوي. اشوف حاجة من ايه ده. بصوا يا شباب، هنجيب 700 كمان ونشتري حاجة اقوى من كده. ماشي يا شباب، يلا يلا لي كده 700 جنيه. ومية كمان 2000. اوب، هو انا لا انا هظبط الدنيا يا شباب. بص انا هحوش فردتين. بص يلا يلا نلعب لما يكسبوا. اخر حاجة ب1000، دي اقوى حاجة. اكتر حاجة بمليون، ده حاجة بليون. والحاجات انتوا فاهمين بقى كده. وضلنا نشتري نشتري ده برضو حلو.
تعال هات حط دول مع اصحابه كده. لا ملوش لازمة. ايه واحد يلا ابدأ الحرب. تعالى تعالى اوريهم. انا كل شويه شباب بعدي نفسي، مفيش حاجه اسمها كده. ولما عدوا كده الله يرحمه مش دب 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 دب. لا بص المدافع، يلا ده انتوا هتطحنوا، ده انتوا هتطحنوا، انسوا انسوا تطلعوا من الحرب دي سليم. مفيش حد يقدر يطلع منكم سليم. صحة، استغفر الله، صح بوم عندهم يا شباب. اشتري 3 زين، واحد لففه كده مش تمام كده. 4 كده كده 5. 5 بتنجان. جاهزين الحل؟ جاهزين يا فندم، يلا بينا. لا لسه 4. ضحكوا عليا. كده 5، 1، 2، 3، كده 6، 3 في 3 في 3، 6. حلوة قوي، 6 مدافع. لا يا شباب انا جامد جامد يعني. جبتو. يس. حرب انتو. انت مش محتاج اصلا مساعدة، ده انت كتار جدا، ده انت تساوي 15 واحد. هروح اشتري حاجة من الشوب ودي. انا كنت مستعجل على بسم الله. بص يا شباب انا جامد، انا جامد يعني يا شباب. مفيش حاجة، مفيش حد اقول لكم ان انا اسمي هاكر. هرم الهرم المصوري. بسم الله. بص الهرم ازاي. انا الهرم، انا اللي بنيته. وش ازاي صحيح؟ يبقى كده ده بيضرب ازاي ده؟ ان شاء الله. اوه الضربة ده، الضربة الواحدة بتقتل واحد. ثلاثة من الليزر، واحد من شباب. انا عندي حاجات متعدلة، حاجات متعدلة. انا متعدل يعني. مش زميتكم شباب هم ماشيين في وسط اسلحة، اسلحة متطورة ودبابات ورشاشات وحاجات منيلة بنيلة.
نفسي اعرف هما ازاي بيعرفوا يعدوها، ازاي بيعرفوا يعدوها ده. انا هفضل احوش لحد هفضل احوش لحد 10,000 عشان اعلمكم ازاي. انا الكوماندو عشان تعرفوا. بس اللي انتوا الصراحة كنت نونة، كنت بتاكل رجعوا، كنت شغالين عندي يا حبيبي. اوعى تفتكروا نفسكوا ايه، خلاص قبيتوا من وش الدنيا، انت لسه في الارض يعني، في الارض برد. كنت انت بص يا شباب، انا سبع، انا مش عارف اعمل ايه. واحد اتنين تلاته اربعه، انت بتضرب فين كده؟ بصوا شباب، اي حاجه متعدله واحده اللي زيها ما يعرفش يا شباب، ما يعرفش يضرب. عشان كده بطورهم كله. بصوا شباب، هو ان شاء الله نعمل من دي جزء تاني. هما دلوقتي كله بصوا شباب، احنا خلصنا، احنا قربنا نخلص حلقة النهاردة، بس اللي بجد بقى هيستحق. شايفين كده شباب، كده خلصنا حلقة النهاردة، والفيديو الجاي انتوا شايفين كده اصلا كده خلصناها. انتوا عارفين بقى احنا بقينا ازاي، كنت نفسي اجرب بس ممكن اكمل دقيقة كده. ماشي يلا. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا رب تتحرقوا، رب تروح نار جهنم ما تطلعوش منها قادر كريم. يس، انتوا شايفين كده يا شباب، كده حلو قوي قوي. شوفوا الارض بقت كبيره ازاي، الارض بقت، انا مش عارف الارض. ان شاء الله ان شاء الله شباب هنكمل الحلقة ان شاء الله. شباب كده خلصنا حلقة النهاردة، واشوفكم الفيديو الجاي طبعا. انت عارفين بقى، التحية وسلام سلامة.